السلام عليكم ورحمة الله. دلوقتي احنا في مرحلة تشطيب الأكريليك، طبعا بعد الدهان بنصنفر مية كده، صنفرة مية زي ما انتم شايفين حضراتكم كده المعلم علاء طبعا نمبر وان. مكنة باشا. فبنصنفر بصنفرة 1200 أو 1500، تمام، صنفرة المية. بعد كده بتنشف كويس جدا وبيخش بقى على مرحلة البوليش. طبعا بنصنفر مية كده عشان لو في أي أتربة أو في أي شوائب مطرح الرش بتتنعم. طبعا نروح بقى عند المعلم حسين، هو شغال بقى بالبولش. طبعا الباب بيبقى مجير كده زي ما انتم شايفين بعد مرحلة الصنفرة، صنفرة المية. معلم حسين، صباح الفل يا باشا. معلم حسين طبعا بيشتغل بالبولش اللي هو الناعم الخشن الأول بعد الصنفرة، وبعد كده يشتغل المرحلة اللي بعديها بالنهاية. ورينا بقى كده معلم حسين اشتغل ده البولش كابسي فيشن كي 20. بعد كده بخش اي من يعني. وبعد كده بنخش المرحلة اللي هو كي 40، ده برضو من شركة كابسي. كل ورش وليه طارة. طبعا وكل بولش، طبعا كل نوع بولش اللي هو بينعم ده ليه طارة. يعني البولش الخشن ده اللي هو أول حاجة بعد الصنفرة ليه طارة. ترى إيه الفرق بقى يا حسين؟ عشان هو بيبقى ملم بالصنفرة الخشن، لما أجي لما فيه صنفرة ناعمة يخربش. ده ينور معانا حسين. نبتدي بقى يفرد البولش كده، نرجع لك تاني بقى بعد ال دي بقى مرحلة الفينش اللي هو طبعا بعد ما عمل البولش والفيشن اللي هو كي 20، عمل البوليش الناعم ويطلع الباب زي ما انتم شايفين كده، لسه الباب بقى في الفينش.